نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. في هذه النشرة، رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة نتائج مشاركة تونس في القمة الصينية الإفريقية المنعقدة أخيرا في بكين، ويشدد من جهة أخرى على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة. المركز الوطني البيداغوجي يستكمل اليوم طباعة العناوين وينطلق غدا في توزيعها. فتح المنصة الرقمية الخاصة بالترسيم بالمبيتات والمطاعم المدرسية. في العالم، حركة حماس تحذر من اعتبار شروط رئيس حكومة الاحتلال الجديدة أساساً للتفاوض بشأن صفقة هدنة في غزة. وتتابعون إثر النشر ورقة حول استعداد تونس لخوض انتخابات رئاسية جديدة تأتي إثر محطات سياسية متعددة عاشتها البلاد. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. مثلت نتائج مشاركة تونس في القمة الصينية الإفريقية التي انعقدت أخيرا ببكين محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري. وركز رئيس الجمهورية على نتائج المحادثات حول توريد حافلات في أسرع الأوقات للتخفيف من المعاناة التي يكابدها المواطنون في تنقلاتهم، إلى جانب مشروع إنشاء سكة حديدية تربط بين شمال البلاد وجنوبها. وتناول اللقاء استعداد الصين للمساهمة في إنجاز مشروع مدينة الأغالب الصحية وإعادة تهيئة الحي الرياضي بالمنزة، هذا فضلا عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بوزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي لهذيلي على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية تخلق الثروة وتعود بالنفع لا فقط على باعثيها بل على الوطن كله. أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي تمسكها بتنفيذ تحرك احتجاجي وطني ويوم غضب غدا الأربعاء بقرار مشترك مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي. وأوضح الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي أن هذا القرار جاء في ظل غياب التفاوض مع سلطة الإشراف حول مختلف الملفات العالقة. قرار من الهيئتين الإداريتين للتعليم الأساسي والهيئة الإدارية للتعليم الثانوي ضبطت جملة من التحركات على مستوى الأقاليم وأنجزت الوقفات الاحتجاجية، ستتوج بيوم غضب وطني يوم 11 من الشهر الحالي. الأسباب خاصة هي الحق النقابي وحق التفاوض، باعتبار أن الوزارة إلى حد الآن ترفض التفاوض في مطالب القطاع تخص التشغيل الهش وضرورة القضاء عليه وتسوية وضعية زملائنا نواب خارج الاتفاقية وظروف العمل داخل المؤسسات، وضع المؤسسات التربوية من بنية تحتية محترية. في غياب مفاوضات فيما يخص مطالب القطاع نحن ماضون في يوم الغضب. بلغت نسبة طباعة العناوين المدرسية 98% على أن تستكمل اليوم طباعة ثلاثة عناوين سيتم توزيعها غدا الأربعاء، وفق ما أكده رئيس مدير عام المركز الوطني البيداغوجي محمد عدالي الذي أكد عدم تسجيل تغييرات على محتوى هذه العناوين وأسعارها. المركز الوطني البيداغوجي قام ببرمجة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب، حاجيات السوق 12.5 مليون فيما يمثل 206 عنوان. حاليا تقريبا نسبة تقدم 98-99%. إن شاء الله يكمل الطباعة كله، يكمل العناوين كل يعني أسبوع قبل العودة المدرسية يكونوا كل العناوين جاهزة. حاليا وزعنا على 23 فرع جهوي 12 مليون نسخة، مازالوا فقط 3 عناوين يجهزوا إن شاء الله اليوم نهار الأربعاء
يبدأ توزيع نتاعهم في كل الجهات، يبدأ موجودين الكل. والفرق ما بين 12 مليون في الخمسة اللي هو حاجات السوق و14 مليون اللي تمت برمجة تبعاتهم هما في الحقيقة 1.5 مليون اللي هو مخزون احتياطي ندخلوا به عند الحاجة أو عندما يصير نقص في جهة من الجهات. كتاب المدرسة هو كتاب 100% تونسي من الورق للطباعة إلى مختلف المراحل الأخرى، ما فماش زيادة في الثمن هذه السنة، ومن حيث المحتوى أيضا ما تبدل حتى شيء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ أمس فتح المنصة الرقمية الخاصة بالترسيم بالمبيتات والمطاعم المدرسية عبر الرابط parents.education.tn، وذلك للقيام بعمليات التسجيل للتمتع بخدمات الإقامة ونصف الإقامة والمنحة المدرسية وانتظار المصادقة من قبل اللجان الجهوية بعد دراسة المطالب. أطلق المركز الوطني لتعليم الكبار بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبمشاركة الكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار بتونس منصة رقمية من أجل متابعة برامج تعليم الكبار وتطويرها تدخل حيز الاستغلال مع انطلاق العودة المدرسية الجديدة، وفقا لما أعلنه أمس المدير العام لمركز تعليم الكبار هشام بن عبده. مشروع إحداث منصة رقمية تتم بمتابعة البرنامج مركزيا وجهويا ومحليا. هذه المتابعة في كل المستويات هدفها تجويد العمل واتخاذ القرار المناسب والقيام بكل ما من شأنه تطوير الأداء سواء عند المدرسين أو المتفقدين أو الإداريين، وأيضا قياس بالمؤشرات مدى توصلنا لتحقيق الأهداف الكمية والنوعية المرسومة. هذه المنصة سوف تنطلق في العمل بداية من هذه السنة الدراسية، وأملنا هو أن نخصص نافذة في هذه المنصة للتعليم التفاعلي عن بعد. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه نظرا إلى أشغال صيانة السكة على خط أحواز تونس الجنوبية المبرمجة انطلاقا من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم 14 من سبتمبر الجاري، فإن جميع القطارات التي تنطلق من محطة تونس باتجاه محطة الرياض ستسير على السكة الوسطى من جبل جلود إلى حمام لنف، ودعت الشركة إلى الانتباه وانتظار القطار على الرصيف المناسب. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تسلمت تونس أمس من الولايات المتحدة أربع طائرات من نوع C-208 مجهزة بمنظومة الاستعلام والمراقبة والاستطلاع. وأوضح وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن هذه الطائرات المخصصة للاستطلاع مجهزة بأحدث المنظومات بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والمقرر عقدها اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة. وينظر وزراء الخارجية العرب خلال هذه الدورة في آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأهم القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 41 شهيدا بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة ليلة البارحة في قطاع غزة باستهدافه خياما آمنة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع خلفت 33 شهيدا. الدفاع المدني في القطاع قال إن فرقه انتشلت 41 شهيدا و60 جريحا، مؤكد
مؤكدا أن عملية انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة وهي مرشحة للارتفاع. حركة حماس تحذر أمس من اعتبار شروط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديدة أساساً للتفاوض بشأن صفقة هدنة في غزة. أكثر من 5 ملايين أردني يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات برلمانية تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 وخصص 41 مقعدا منها للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي. اليوم الثلاثاء أول مناظرة بين المترشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية ديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. المناظرة تحتضنها مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وتنظمها شبكة ABC الإخبارية. 7:11 بتوقيت تونس، 9:11 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجداوي وأخرجه إذاعيا كريم المدب ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة نتائج مشاركة تونس في القمة الصينية الإفريقية المنعقدة مؤخرا في بكين، ويشدد من جهة أخرى على ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة. المركز الوطني البيداغوجي يستكمل اليوم طباعة العناوين وينطلق غدا في توزيعها. فتح المنصة الرقمية الخاصة بالترسيم بالمبيتات والمطاعم المدرسية. في العالم، حركة حماس تحذر من اعتبار شروط رئيس حكومة الاحتلال الجديدة أساساً للتفاوض بشأن صفقة هدنة في غزة. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد، ولكن قبل ذلك تستمعون الآن إلى ورقة من إعداد مهر الفرشيشي حول استعداد تونس لخوض انتخابات رئاسية جديدة تأتي إثر محطات سياسية متعددة عاشتها البلاد. أجواء الانتخابات تعيش على واقعها تونس، انتخابات تحفظ حق التونسي في تقرير المصير والمسار، ولكنها أيضا تضع مسؤولية جسيمة في تحديد الاختيار وفي البن لحظات من زمن ليس ببعيد إن كانت تونس تعيش في قلب العاصفة، عاصفة سياسية عاتية أودت بثقة الشعب في مؤسساته، تركت البلاد في دوامة من الفوضى والصراعات. تحت قبة البرلمان حيث كان من المفترض أن يصاغ مستقبل الوطن، تحولت الجلسات إلى مسرح للصراع، تشاذبات حادة وصراعات بلا هوادة بين الرئاسة والحكومات المتتالية والبرلمان، أبعدت السياسة عن جوهرها وأغرقت البلاد في شلل مؤسساتي تام. هنا حيث كان يفترض أن تحترم الديمقراطية سادت الفوضى، وعمت الفوضى حتى في دواليب الدولة، ووصلت إلى مراحل التحريض والتشويه والتكفير والاغتيال. اغتيالات توافق الكل على أنها سياسية زادت المشهد قتامة وروعت البلاد بأحداث غير مسبوقة، تجربة سياسية زادت من انقسام المجتمع وفتحت جراحا عميقة، حيث كان يفترض أن يسود الحوار ساد الرصاص وبات اليأس رفيقا للألاف. هنا حيث كان يفترض أن تلبى مطالب الشعب ساد الفقر والبؤس والخصاصة والتهميش، واستفحل الفساد وتدهورت حالة البلاد الاقتصادية، وتراجعت تصنيفاتها الدولية إلى أدنى المراتب، وتحولت تونس إلى بلد يبحث عن بريق أمل وسط ركام من الخيبات. ومن رحم الفوضى خرج الشارع يطالب بإيقاف النزيف وطي الصفحة بالكامل بحثا عن مسار جديد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح.